السلام عليكم. في أول المسائل الإكسترا على درس consistent deformations، المسألة اللي معانا عبارة عن بيم، عايزين نرسم لها البندج مومنت دايجرام. طيب قلنا أول حاجة بنعملها في consistent deformations اللي احنا بنشوف عندنا كم مجهول في المسألة. فالمسألة بتاعتنا دي فيها كم مجهول؟ الفيكسد فيها 3 مجاهيل، والرولر فيها مجهول، والرولر فيها مجهول، يعني عندي 5 مجاهيل. طب معايا كم معادلة اتزان؟ 3 اللي هما summation لف اكس بيساوي صفر، summation f y equal 0، و summation moment at any point equal 0. يبقى انا كده عندي 5 مجاهيل وعندي 3 معادلات، يبقى انا كده عندي مجهولين زيادة. فاول او تاني خطوة محتاجين نعملها اللي احنا عايزين نشيل مجهولين زيادة. قلنا ازاي بنشيل؟ لو عندك fixed فيها 3 مجاهيل وعايز تشيل منها مجهول، بنحاولها نخليها hinged support عشان نخلي فيها مجهولين. طب لو عندك كانت hinged support كنا بنحولها نخليها رولر، ولو هي رولر كنا بنحولها نخليها فري. تمام كده؟ طيب تعال نشوف مسألتنا. قلنا أسلم حل وأسهل حل، أنت لو عندك فيكسد تحولها تخليها إيه؟ هنجد. يبقى أنا كده حولت الفيكسد خليتها هنجد فشلت مجهول. طيب أنا عندي في المسألة دي مجهولين زيادة، إيه المجهول التاني اللي أشيله؟ هل أشيل رولر من الاتنين دول؟ لأ، هو مش غلط، هو ينفع، بس هتبقى المسألة طويلة شوية. طب أبسط حل قلنا نعمل إيه؟ قلنا بدل ما اشيل مجهول زيادة، ما انا اقدر ازود عدد المعادلات عن طريق ان انا احط انترميد هنج عند السبورت اللي في النص. طيب ايه الميزة في الكلام ده؟ الميزة ان لما احط الانترميد هنج هنا، قلنا بتكسر الكونتينيوتي بتاعت الكاميرا، فبالتالي هيبقى عندك كل كاميرا دي كأنها كاميرا لوحدها. طيب تعالى بقى كده بقى نرسم المومنت بعد ما اخترنا المين سيستم بتاعنا. يبقى الشكل ده هو ده المين سيستم. تعالى بقى نرسم له الام نوت. قلنا الام نوت هنرسمه بطريقه السوبر بوزيشن لكل حمل لوحده. اول حمل عندي ديستريبيوتد لود، لو حبيت ارسم له مومنت هيبقى في بدايته بزيرو ونهايته بزيرو، وهنزل في النص دبليو ال سكوير على 8 يطلع ب9. طيب بالنسبه للحملين دول هيبقى في بدايته بصفر ونهايته بصفر، وفي النص هيطلع شكله شبه منحرف وقيمته بي في الاي اللي هو 4 في 2 ب8. طيب بالنسبة للحمل المركز ده جاي في النص، يبقى كده يطلع لك المومنت اما على الاتنين تحت واما على الاتنين فوق بالمنظر ده. طيب الحملين دول ينفع اخدهم مع بعض؟ ينفع، بس لسه انت ايه معلمتكش الحتة دي دلوقتي، او لسه انت متعرفش. لو تعرف تاخدهم مع بعض ينفع تاخدهم مع بعض. طب لو مش عارف ممكن ترسم لكل واحد ايه لوحده. فلو حابين نرسم ده الاول لوحده هيطلع لك قيمة المومنت بي اي بي على ال، يعني 6 المسافتين اللي يمين وشمال اللي هي 2 والمسافة شمال اللي هي 6 على ال كلها اللي هي 8 يطلع لك قيمته ب9. طب بالنسبة للحمل التاني هيطلع نفس الكلام، بس تعالى ننزل بالرسمة دي لتحت شوية عشان نزود المومنت. هيطلع لك بنفس القيمة برضو لأنها نفس الأبعاد، فيطلع لك ب9 بس هيطلع ايه لفوق. طيب كده بدأ رسمت كل حاجة، فاضل لي مين؟ فاضل لي الكانتليفر ده. طيب الكانتليفر ده كل واحد فيهم هيعمل لك مومنت على الكاميرا بتاعتي. تمام. طيب بس في حاجه، بدل ما ارسم المومنت بتاع ده لوحده والمومنت بتاع ده لوحده، ينفع اجمع الاثنين وارسم لهم مومنت واحد؟ بمعنى انت الكانتليفر ده هيخش معاك في التكامل؟ لا، فانا الجزء بتاع الكانتليفر ده انا مش محتاجه في حاجه. طيب فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب التاثير بتاع المومنتين دول على السبورت هنا بكام. فلو حبيت احسب قيمه المومنت اللي جاي عند السبورت سي، اللي هيبقى جاي هنا عند السبورت سي من الجنب ده من القوتين دول، فعليها عندي في 8 بتلف كده وستة في واحد بتلف عكسها، تطلع محصلتهم باتنين. فانا بدل ما ارسم للتمانية وستة هرسم مومنت واحد بس لمين؟ للاتنين، اللي هو تأثير المومنتين دول على مين؟ عند السبورت هنا ايه؟ سي. وان دي للسهم فوق فيطلع لك هنا باتنين ايه؟ لفوق. تعال ننزل بالرسمة كده تاني لتحت، وهرسم مومنت هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى في بدايته هنا باتنين وعند الانترميد هنج طبعا بزيرو. يبقى كل اللي انا رسمته ده يعتبر هو ايه؟ هو ده الام نوت بتاعي. طيب نيجي بعد كده الخطوه بقى كده اللي هنرسم الام واحد والام اتنين. فبنضطر نرسم نفس المين سيستم بتاعنا اللي اخترناه، ونحط الحمل اللي احنا شلناه بواحد. فانا شلت الفيكسد، المومنت بتاع الفيكسد فافرده بواحد، فيطلع لك المومنت عباره عن مثلث هنا واحد وعندي الترميت انج بزيرو. والحاجه التانيه بقى اللي انا شلتها ايه؟ خلي بالك انا ما شلتش الرولر، الرولر لسه موجوده زي ما هي. امال انا شلت ايه؟ شلت المومنت اللي عند النقطة بي. مش معنى ان انا حطيت انترميديت هنج يعني المومنت عند البي هنا بزيرو، يبقى انا كده شلت ايه؟ المومنت عند النقطة بي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هرجع افرده بواحد. طيب احطه على الكاميرا دي؟ لا، لازم تحطه على الكاميرا دي والكاميرا دي، لان المومنت عند النقطة بي بيأثر على مين؟ على الكاميرتين. وبالتالي هيطلع لك شكل المومنت عبارة عن مثلث هنا
ومثلث على الكاميرا دي، وده يبقى الام 2. طيب عايزين نعمل كام تكامل؟ احنا عارفين لو عندنا ام 1 وام 2 انما محتاجين نعمل 5 تكامل، بس مش لازم تعملهم بالترتيب، خليك ذكي ابدأ بالسهل. فاسهل حاجة عندي هو مين؟ طبعا الدلتا 1 1. طيب لو حبيت اكامل الدلتا 1 1 فانا عايز اكامل المثلث ده مع نفسه، يبقى اول حاجة يبقى عندك 1 على ال اي. بعد كده ما تنساش الانرشا، بحط الانرشا اول حاجة، فانا عندي الانرشا بتاعت الكامر دي 3، فهقسم على كام؟ على 3. وبعدين انا عندي المثلث ده لينير مع لينير، لينير مع لينير احنا قلنا فيه قانون سهل ممكن نستخدمه، اللي هو بيساوي ال على 3، اللي هو هتبقى عندي ال ب 6 على 3. بعد كده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنضرب الرقم ده في نفسه اللي هو 1 في 1، بعد كده الصفر في نفسه هيبقى بصفر، بعد كده 0 في 1 على الاتنين، والواحد في 0 على الاتنين، فكل ده هيبقى بصفر، يبقى ما عنديش غير 6 على 3 في 1 في 1، يطلع لك الناتج ب 2 على 3 اي اي. نفس الكلام بقى تعالى نعمله بس في دلتا مين؟ دلتا 2 2. فأول حاجة هكملها المثلث ده مع نفسه، يبقى عندك 1 على اي اي، والإنرشا 1 على 3. هنعمل نفس الكلام، ال بكام؟ 6 على 3، بعد كده ما عنديش غير ده في نفسه، يبقى 1 في 1، زائد المثلث اللي جنبه برضو الإنرشا بتاعته بكام؟ هنا الإنرشا بنص. بعد كده في ال ال هنا بقى ب 8، يبقى 8 على 3 برضو 1 في 1، والباقي بكام؟ بصفار، يطلع لك الناتج ب 2. أسهل حاجة بعد كده فعلا الدلتا 1 2. طيب هنكمل مين مع مين؟ المثلث ده مع المثلث ده، فيطلع لك 1 على الاي اي، بعد كده الانرشا عندنا بتلت، وده برضو لينير مع لينير، فينفع استخدم القانون ال ال بكام؟ 6 على 3. طيب خلي بالك بقى هنا ايه، لما هنيجي نضرب هيبقى الواحد مضروب في صفر والصفر مضروب في 1، بعد كده هيبقى 1 في 1 على مين؟ على الاتنين، فهو ده اللي موجود عندك بس في القانون، بعد كده 0 في 0 على الاتنين، وطلع الناتج 1 على 3 اي اي. بعد كده هنيجي للدلتا 1 نوت، هكامل دلوقتي مين؟ المثلث ده الاول مع البرابلة، وبعد كده لسه عندي فيه هنا ايه، شبه منحرف. طيب البرابلة ده مش لينير، فلازم استخدم القانون بتاع مين؟ بتاع الاريا، مظبوط كده. طيب هيبقى عندي اول حاجة 1 على اي اي، بعد كده منساش الانيرشا اللي هي بتلت، بعد كده مساحة البرابلة هنا بكام؟ 2 على 3 في 6 في 9، بس خلي بالك انا اللي شرحت تبقى بايه؟ بالنيجاتيف، ليه؟ عشان البرابلة دي تحت والمثلث ده فوق. امال ايه النص بقى اللي في الايكويشن دي؟ النص ده قلنا بننزل في مكان السي جي هنا ونشوف قيمة المومنت المقابل للسي جي اللي هو هيبقى في النص هنا بالظبط، يعني الارتفاع ده هيبقى نص الارتفاع ده، يعني هيطلع لك بكام؟ نص الواحد يطلع بنص. نفس الكلام هنعمله بالنسبة للترابيزويد عشان ده برضه مش لينير، هنجيب مساحة الشبه المنحرف اللي هي بتساوي متوسط القاعدتين في الارتفاع، والإشارة هتبقى برضه بالنيجاتيف، القاعدة دي ب2 والقاعدة اللي فوق ب6، يبقى 2 زائد 6 على الاتنين في الارتفاع اللي هو 8، هيتضرب في قيمة المومنت اللي في النص اللي هي بكام؟ بنص. طيب كده احنا جبنا 4 تكاملات وكانوا سهلين جدا مفيهمش أي مشكلة. هتلاحظ إن الهيصة كلها دي والزحمة دي كلها والصعوبة كلها كانت موجودة بس في تكامل مين؟ في تكامل واحد، عشان كده خليه للآخر تبقى على رواقة كده عشان تحاول بقدر الإمكان تطلعه صح يعني. طيب تعالى بقى نحسب بقى دلتا 2 نوت. طيب تعالى بقى نبدأ كده، أول حاجة هنكامل المثلث ده مع البرابلة، هيبقى نفس الطريقة اللي عملناها قبل كده، بنحط الإنرشا أول حاجة، بعد كده نجيب مساحة البرابلة ونضربها في نص. طيب الترابيزويد مع المثلث هيبقى برضه مساحة الترابيزويد ويتضرب في نص. نيجي بقى للمثلث الإيه التاني الحلو ده بقى، هيكمل على كام شكل؟ تعالى بقى إيه يعني، مع خير ربنا كتير معاه. طيب نبدأ أول حاجة بالمثلث اللي فوق ده مع المثلث اللي تحت. طيب أولا الإنرشا هنا بكام؟ بنص، حط النص ده وافتح قوس كبير كده عشان إيه معانا لسه موال يعني. طيب أول حاجة هنعمل المثلث ده مع المثلث هيبقى سهل، يبقى عندك ال ال هنا ب 8 على 3، الاتنين هتتضرب في الصفر والصفر في واحد، يبقى مفضلش غير 2 في 1 على مين؟ على الاتنين. جميل، خلصنا من ده. نيجي بعد كده بإيه؟ للمثلث ده، ينفع أخد المثلث ده كله كده على بعض مع المثلث ده؟ لأ، ليه؟ عشان ده مش لينير. طيب ينفع أجيب الأريا بتاعت المثلث ده وأشوف السي جي بتاعه فين؟ لأ برضه، ليه؟ لأن مش عارف أجيب السي جي فين، فهتضطر لازم إيه؟ تقسمه، فهاخد بس مين؟ المثلث ده. طب المثلث ده هيتكامل مع مين؟ مع نفس المثلث اللي قده، فهنزل تحت النقطة دي كده تحت وأشوف القيمة دي كام، والقيمة دي تقدر تجيبها إزاي؟ من شبه المثلثات، أنت عندك الطول ده لحد هنا 6 والطول كله أصلا 8، يبقى معنى كده إن الارتفاع ده 6 على 8 من مين؟ من الواحد، 6 على 8 من الواحد يعني 3/4 الواحد يعني 3/4، يبقى أنا كده هكمل المثلث ده مع مين؟ مع المثلث ده، أقدر أقول إيه على 3 دلوقتي؟ الإشارة بتاعتك موجب ولا سالب؟
بالظبط هتبقى موجة عشان الشكلين فوق، يبقى زائد 6 على 3 في 9.75. طيب لسه كده فاضل لي مين؟ المثلث ده هيتكامل مع الشبه المنحرف ده. طيب الطول ده كام؟ 2، يبقى 2 على 3 في 9.75 زائد 9 في 1 على 2. طيب كده خلصنا من المثلث ده. تعالى بقى عايزين نكمل المثلث ده. طب المثلث ده هيتكامل مع مين؟ لازم تنزل بخط كده لحد تحت تشوف القيمة دي جاية فين، ولحسن الحظ جاي في النص، والقيمة في النص أنا عارفها سهلة بكام؟ بنص. طيب المثلث ده هيتكامل مع مين؟ مع نفس الطول اللي بيقابله اللي هو مين؟ الشبه منحرف ده، هقول برضو ال على التلاتة، وده هيبقى بالموجب عشان الشكلين فوق. طيب هقول زائد 4 على 3، بعد كده عندي فيه الأربعة في نص زائد 4 في 1 على 2. بعد كده هيبقى لي المثلث ده هيتكامل مع المثلث ده، بس ده هيبقى بالسالب عشان المثلث ايه؟ ده تحت وده فوق، يبقى سالب 4 على 3 في 4 في نص، والباقي اصفار. فاضل لي المثلث اللي تحت ده، برضو هضطر لازم اقسمه. هاخد المثلث ده وانزل تحت كده اجيب القيمه المقابله اللي هتطلع بربع، وهكمله بنفس الطريقه اللي فاتت، ال على 3 و9 في ربع، والمثلث ده مع الترابيزويد، وطلع لك الناتج في الاخر محصله ده كله سالب 17 على 3 اي اي. خلي بالك ان القوس الاحمر ده، اللي هو الايه، كل ده كل اللي جوه القوس الاحمر ده مضروب في مين؟ في الانرشيا. فما تنساش الحته دي اهم حاجه، يعني انت لو ربنا كرمك وعرفت تعمل التكاملات دول صح، فانت على الاقل احسب الايكويشن دي مرتين ثلاثه على الكالكوليتر عشان تتاكد ان الناتج بتاعها هيطلع صح. واكيد انت مجرب وعارف ان مش هتعرف تدخل الايكويشن دي كلها على الكالكوليتر على مره واحده، فهتضطر ايه تجزأ المساله بتاعتك، وربنا معاكم يعني. طيب جبت خلاص الدلتات، فاضل لك بس تعوض في الايكويشنز عشان تطلع قيمه الاكس 1 واكس 2. ونصيحه ليكم، لازم تودي الثابت الناحيه الثانيه عشان الكالكوليتر لازم بيبقى الثابت فيها موجود فين؟ في الطرف اليمين. والمعادله الثانيه جبناها وتحلهم مع بعض. هيطلع لك اكس 1 ب17 واكس 2 بزيرو. طبعا هي صدفه بحته ان المومنت طلع بزيرو، يعني خلاص يعني المومنت عند الاكس 2 اللي هو المومنت عند السبورت بي طلع بصفر، والمومنت عند الاكس 1 اللي هو عند الفيكس طلع بكام؟ ب17. طيب انا اللي عايزه دلوقتي عايز ارسم مومنت. تعالى نشوف شكل المساله بتاعتنا دي. المساله انا عايز كنت ارسم لها مومنت. طيب انا في الاول ما كنتش عارف اجيب الرياكشنز، دلوقتي طبعا عارف اجيبهم. ما اعرف اجيبهم، انت دلوقتي بتعرف المومنت عند الفيكسد وعارف المومنت عند البي، فانت كده سهل ان انت تعرف تجيب ايه المومنت بتاعك وتجيب الرياكشنز كلها. طيب انا ممكن اعمل ايه دلوقتي؟ ممكن افصل، بس هتفصل فين؟ تفصل في النقط اللي انت عارف عندها المومنت، اللي هي نقطه مين بالظبط؟ اللي هي نقطه بي. فانا لو فصلت كده اقدر افصل كده واحط قيم المومنت اللي انا ايه طلعتها. فانا احط المومنت عند الايه اللي هو ب17، والمومنت عند البي اللي هو بكام؟ بزيرو. ونفس الكلام لازم احط المومنت الناحيه الثانيه على الكاميرا الثانيه. وتقدر دلوقتي تتعامل مع كل كاميرا لوحدها، يعني مثلا لو حبيت اجيب الرياكشن ده اخد مومنت عند مين؟ عند البي، فتطلع لك الايكويشن عباره عن ايه؟ عند دلوقتي بحسب المومنت هنا، فيبقى عندك الاربعه دي في 2 زائد الاربعه دي في 4 زائد الاثنين في 6 في 3 زائد ال 17. كل الكلام ده بقسمه على الزبانه اللي هي بكام؟ اللي هي ب6، يطلع لك الرياكشن ب12.83. طيب من سميشن الواي يطلع لك الرياكشن هنا بكام؟ 7.17. نفس الكلام هعمله للكاميرا الثانيه، هاخد المومنت عند البي فاجيب الرياكشن عند مين؟ عند السي. يبقى عندك سالب 6 في 2 زائد 8 زائد 6 في 6 زائد 8 ناقص 6 في 1. كل الكلام ده على الزبان من اول البي لحد السي اللي هو ب8، يطلع لك الرياكشن ب4 وربع. من سميشن الواي هتلاقي ان السته دي هتطير السته دي، فبالتالي الاربعه وربع دي مفيش حاجه تلاقيها غير مين؟ ان تحط اربعه وربع هنا. تعالى بقى نرسم المومنت. فهنرسم الكاميرا بتاعتنا الاصليه اللي انا مديها لك، وتبدا تحط المومنت. طيب انا مبدئيا جبت المومنت هنا طلع ب17 من الايكويشن اللي انا حليتها، والمومنت هنا عرفته برضه من الايكويشن اللي حليتها بصفر. فاضل لي عايز اعرف المومنت فين؟ عند النقطه دي وعند النقطه دي. تعالى طب عايز احسب المومنت عند النقطه دي، هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عندك الرياكشن اللي جبته ده في 2 12.83 في 2 سالب الحمل الموزع وسالب 17، يطلع لك محصلة الكلام ده كله بكام؟ ب4.66. طيب عايز اجيب المومنت هنا، لا سهل احسبه بقى من فين؟ من اليمين. يبقى عندك السبعة دي في 2 ناقص الحمل الموزع اللي هو 2 في 2، يطلع لك الناتج بتاع ده بكام؟ 10.34، وتوصل الكلام ده ايه؟ بارابولا. حلو كده؟ نفس الكلام هنعمله على الكاميرا التانية، بس تعالى نبدأ من ناحية الكانتليفر، الناحية السهلة. أنا المومنت هنا في البداية ب8، وأنا مديهولك أساسا ده جاهز.
طب المومنت هنا في نهاية الكنتليفر هنا بكام؟ يبقى عندي التمانية ناقص الستة يطلع لك باتنين، ونوصلها ببعض، وبالتالي هيبقى عندك في اتنين هنا ثابتة على الجزء ده. طيب تعالى بقى عايز احسب المومنت هنا، احسبه من فين؟ من اليمين، هيبقى عندك الأربعة وربع في اتنين. طيب أنا مش عارف التمانية دي ناقص الستة دي، كل ده هيديني اتنين في الآخر، فأنا بدل ما أقول تمانية ناقص ستة واللي هو باتنين، فأنا ممكن آخد التركيز بتاعهم زي ما عملنا هنا اللي هو بكام؟ التركيز ده كله بكام؟ باتنين، فأنا أقول على طول سالب كام؟ سالب اتنين، يطلع لك محصلة الكلام ده كله بستة ونص، ونوصلها هنا بقى إيه؟ خط لينير عشان مفيش حمل موزع. بعد كده تعالى نحسب المومنت عند مين؟ عند المومنت المركز ده، هحسبه قبله على طول فمش هيخش معايا. يبقى عندك الأربعة وربع دي في أربعة، ماينس الستة في اتنين، وماينس الاتنين يطلع لك بتلاتة، وهنوصلها ببعض. بعد كده هي نفس الإيكويشن، بس هدخل بس إيه؟ هزود التمانية دي معايا، والتمانية دي بإن دي السهم بتاعها لفوق عكس المومنت الموجب اللي أنا فرضه، فهاخدها بالسالب، فيطلع لك الناتج بخمسة لفوق، فاضل لي مومنت عند النقطة دي. طبعا أسهل حاجة أحسبها من اليمين، تبقى أربعة وربع في اتنين يطلع لك بكام؟ تسعة ونص، تمانية ونص، ونوصل على طول خط لينير، وتوصل خط لينير. دي كده مسألة أخدناها من فروم A to Z لكونسيستنت deformations. لو عندكم أي أسئلة ممكن تكتبوها في الكومنتات، وممكن نعمل برضو فيديوهات زيادة تاني. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.